أرحب مشاهدينا بضيفي من القاهرة السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، وأيضا معنا من بيروت السيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بكما. أبدأ مع القاهرة أستاذ عماد الدين، هذه الزيارة للرئيس المكلف الحريري ولقائه بالرئيس السيسي، والرئيس السيسي عبر بدوره عن دعم كامل من مصر إلى لبنان وإلى الحريري لتجاوز الأزمات، ما هي أشكال هذا الدعم وكيف يمكن أن تتبلور في تذليل العقبات لتشكيل الحكومة وتحقيق ما مطلوب منها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لك أستاذ علاء وللأستاذ أمين قموريه في بيروت. بطبيعة الحال هي زيارة مهمة، الحريري لم يزر القاهرة منذ شهور طويلة، ونعلم جميعا المسار السياسي المنسد تقريبا والمنغلق في لبنان وعجز الحريري عن تشكيل الحكومة والجمود الواضح في العملية السياسية خصوصا بعد تفجير مرفأ بيروت. القاهرة نعلم أيضا أن المنطقة العربية يعني شديدة الانقسام فيما يتعلق بتشكيل الحكومة، هناك وجهة النظر الخليجية ووجهة النظر الأخرى التي يعني خصوصا جماعة حزب الله والرئيس اللبناني. الموقف المصري كان واضحا من البداية فيما يتعلق بدعم كامل للسيد الحريري في تشكيل الحكومة، و مصر حاولت مرارا وتواصلت مع كثير من الأطراف اللبنانية على أمل يعني حلحلة الأزمة السياسية خصوصا بعد الجهود الفرنسية في الشهور الماضية، لكن كما نعلم الأمور وصلت إلى يعني حالة انسداد كاملة. ولذلك زيارة الحريري اليوم والتعبير الذي أطلقه المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي وهو دعم المسار السياسي للرئيس الحريري هي تعبير لافت وواضح في يعني الموقف المصري، وبالتالي نعلم ان مصر يعني لديها قنوات اتصال مع العديد من الاطراف اللبنانيه ولديها مبادرات كثيره فيما يتعلق حتى بالمساعدات الاغاثيه والانسانيه والصحيه في ظل كورونا، وكان هناك مستشفى ميداني مصري، وبالتالي اظن انها يعني محاوله جديده ربما لحلحله الموقف شديد الانغلاق في المسار السياسي اللبناني. يعني هل تعتقد سيد عماد الدين أن القاهرة ستنجح بالفعل مع كل هذا الزخم والدعم؟ هل ستنجح فيما فشل فيه الأوروبيون أو حتى الفرنسيين؟ السؤال يمكن صياغته بطريقة أخرى، القاهرة ليست في مجال منافسة مع أطراف أخرى أو أنها تحاول بمبادرة بمفردها. هناك الحالة اللبنانية حالة شديدة التعقيد، وإذا كانت فرنسا قد فشلت والعديد من الدول الأخرى، فبالتالي مصر مبدأها مش داخلة تتخانق مع طرف ضد طرف، مصر تحاول التأليف والتقريب ربما بين الفرقاء قدر الإمكان. والميزة المصرية المهمة أن مصر ليست يعني ليس على يده آثار دماء في الشارع اللبناني أو في المشهد اللبناني، وبالتالي يمكنها أن تكون عامل تقريب وليست داخلة في منافسة مع هذا الفريق ضد ذاك. جميل. سيد أمين قموري، هذه الجهود المصرية لحل الأزمة، هذا الدعم اللامحدود الواضح من خلال الخطابات السياسية بأن مصر تدعم المسار السياسي للرئيس المكلف وتقدم كل أشكال الدعم، كيف تقرؤونه في لبنان وكم يمكن أن ينجح بالفعل في حل الأزمة اللبنانية المعقدة؟ بالفعل كما قال الصديق الأستاذ عماد حسين، مصر مساند كبير لسعد الحريري، ولمصر علاقات جيدة بكل الأفرقاء اللبنانيين، ولا شك أن باستطاعتها أن تلعب أدوار كبيرة، لا بل أنها في الفترة السابقة أوفدت وزير خارجيتها سامح شكري إلى لبنان ليبلغ كل الأفرقاء بالفم الملآن أنها تؤيد سعد الحريري في رئاسة الوزراء أو كرئيس مكلف لتشكيل حكومة، لكن كلنا ندرك مدى الصعوبات التي واجهها هذا عملية التكليف هذه. هناك حائط مسدود فعلا في لبنان، الأمور معقدة للغاية، يعني يتداخل الخارج مع الداخل ليجعل من المسار أشبه بحقل ألغام،
الرئيس الحريري قبل فترة أبلغ كل المعنيين حوله بأنه يريد الاعتذار، لا يستطيع أن يكمل بهذه المهمة نظرا إلى الحائط المسدود الذي يضعه فريق رئيس الجمهورية وتيار الوطني الحر والعراقيل التي الأخرى والظروف المحيطة بتشكيل هذه الحكومة. كلنا ندرك أن مثل هذه الحكومة حتى تنجح لابد من القيام بإصلاحات، وهذه الإصلاحات غير شعبية بالمرة في الفترة الآنية، خاصة إذا لم يكن هناك دعم كافي ووافي من الداخل ومن الخارج. مصر تلعب دور كبير، مصر لها علاقة جيدة مع الفرنسيين، مع الروس، هي ساعدت كثيرا، هم يسعون إلى يعني ولعبت دورا حتى مع المملكة العربية السعودية في توفير الغطاء لسعد الحريري الذي لم يكن متوفرا حتى هذه اللحظة. طيب هنا سيد أمين قموري أريد أن أفهم منك نقطة لأحد أن يقوم لو سمحت، هل هنا السيد الحريري بالدعم المصري سيقدم تشكيلة حكومية اليوم حينما يعود إلى لبنان، أم أنه مجرد سيؤجل الاعتذار متسلحا بهذا الدعم المصري؟ هناك أكثر من سيناريو، يعني الواضح أن سعد الحريري اتخذ القرار، والبعض يقول أنه ذهب إلى مصر لياقة وبروتوكوليا لأن مصر قدمت له الدعم الكبير وكان يجب أن يضعها في أجواء الظروف المحيطة بتشكيل هذه الحكومة، لذلك كان من الواجب عليه أن يزور الرئيس السيسي ويبلغه. اللهم إلا إذا كان لدى الرئيس والرئاسة المصرية معطيات جديدة من شأنها أن توفر أو أن تساعد سعد الحريري على حل مشكلته. حسب كل المعطيات سعد الحريري سيعود اليوم إلى بيروت، سيقدم في الغد تشكيلة حكومية مقبولة إلى حد ما، يعني يعدل بها بعض الأسماء لرئاسة الجمهورية على أن يرفضها رئيس الجمهورية، وبالتالي هو يتحمل مسؤولية وصول الأوضاع إلى ما هي إلى ما وصلت إليه. طبعا هناك احتمال آخر وضئيل جدا بأن يقبل رئيس الجمهورية بمثل هذه الحكومة، لكن السؤال اليوم أي حكومة ستنشأ في لبنان كيف عليها أن تتخذ الإجراءات الصعبة في ظل ظروف تفرض قيام انتخابات نيابية في الآونة المقبلة، يعني خلال بضعة أشهر هناك انتخابات، فبالتالي من هو الفريق السياسي الذي سيرفع الدعم، الذي سيحرر سعر الصرف، الذي سيتخذ إجراءات بحق كثير من موظفي الدولة؟ طيب، لأن الإصلاحات تفترض ذلك، وهل هي مربحة شعبيا؟ حتما لا. فلذلك أعتقد أن الاحتمال الأكبر أمين أن يعود غدا إلى مسلسل الاحتمالات، ولكن دعني أثير هذه النقطة التي تفضلت بها مع السيد عماد الدين. السيد عماد الدين، معروف الوضع في لبنان معقد جدا وربما يحتاج إلى مبارزة سياسية طويلة، هل تمتلك القاهرة معطيات تجعل هناك حالة اطمئنان بأن الرئيس الحريري المكلف بالفعل سيمضي في إطار التكليف، بعد أن راجت أخبار تسربت أخبار من لبنان بأنه ذهب إلى القاهرة ومعه خطاب الاعتذار؟ بطبيعة الحال تظل كل هذه الأمور مجرد احتمالات، لكن في النهاية يعني خلال يوم أو يومين سنعرف النتيجة النهائية. لكن مرة أخرى القاهرة طرف ضمن أطراف، هي القاهرة ليست هي اللاعب الوحيد في صحيح. لديه علاقات طيبة مع كل الفرقاء اللبنانيين وسمعتها جيدة في الشارع اللبناني عموما، لكن في النهاية أيضا قدراتها على التأثير لها حد، لأن هناك آخرين يلعبون في المشهد اللبناني. وظن الشخصي أن العامل الحاسم إضافة بالطبع إلى الدور المصري والدور السعودي والدور الفرنسي هو المشهد الإقليمي. الوضع في لبنان صار مرتبطا ارتباطا وثيقا بمدى الانفراج في العلاقات بين كل من إيران والمجتمع الغربي والاتفاق النووي وبين إيران ودول الخليج، وبالتالي يحق لنا القول أنه كلما انفرجت العلاقة بين إيران والخارج كلما كان ذلك في مصلحة لبنان، وهذه المعضلة صارت صعبة جدا بالنسبة للبنان أنه يدفع ثمن للتأزم الدولي أو التأزم الإقليمي، وبالتالي يصبح للأسف الشديد رهين لهذا الانسداد الدولي أو الصراع الإيراني الغربي بصفة عامة أو الصراع الإيراني الخليجي بصفة خاصة. وبالتالي ربما يكون الدور المصري هو قادر هنا على حلحلة الأمور في بالتفاهم مع على سبيل المثال مع المملكة العربية السعودية للوصول إلى حل وسط لا يجعل طرف يفوز بالغنيمة الكبرى وطرف يخسر كاملا، بل أن يشعر الجميع أنهم قد حصلوا على
الحد الأدنى من مطالبهم. أستاذ أمين قموري، هذه النقطة، الكل مهما قدم من مساعدات أو امتلك من وسائل تأثير، تبقى المشكلة لبنانية لبنانية في الأساس، ونعرف الوضع في لبنان معقد جدا، ولا أحد يتنازل عن حصصه. وفي ظل هذا التعقيد ربما تتقرب أكثر فكرة اعتذار الرئيس المكلف، وهنا يكون السؤال: ماذا إن اعتذر الحريري، ومن البديل، ومن هو البديل؟ صحيح، الأمور صعبة جدا يعني في الداخل اللبناني، لأنه في حال قدم الآن أي من الأفرقاء تنازل ولو بسيط سيظهر وكأنه الخاسر، لذلك سيتفادى أي خسارة، خصوصا أننا على مرحلة انتخابات أو على أبواب انتخابات مهمة للغاية اليوم في لبنان، لأن من شأنها أن تحدد ما طبيعة السلطة السياسية المقبلة. كلنا نعرف أن هناك قرار خارجي، أن هناك مشكلة خارجية مع السلطة اللبنانية برمتها، فكل الأفرقاء اللبنانيين خائفون. اليوم السؤال: ماذا بعد استقالة الحريري؟ حتى الآن إذا كان الحريري هو يريد فعلا أن يتسلم، أن يسمي، كان باستطاعته أن يبقى هو رئيسا مكلفا للحكومة. ربما يكون لديه الوقت اليوم في حال أعيد تجديد تكليفه، لكنه بحسب كل المعطيات هو يرفض أن يسمي بديلا عنه. تجري مشاورات من أجل البحث عن بديل، يعني مثلا يجري البحث باسم رئيس الوزراء السابق تمام سلام، رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي، لكن كل هؤلاء يقولون بأنه الصعوبات التي واجهت الحريري ستواجهنا، وما يفترض بنا من اتخاذ قرارات غير شعبية سنضطر إلى مواجهتها، وبالتالي سيؤثر علينا انتخابيا. لذلك ولكن هنا سيد قموري، كل المعطيات قيل أن تمام سلام رفض، وأسهم ميقاتي هي أكثر، لأنه يريد المجازفة ولا يريد خوض الانتخابات القادمة، وبالتالي فإن الخسارة السياسية لا معنى لها بالنسبة له. لا تمام الميقاتي هو أساسي في هذه اللعبة، وهو يريد خوض الانتخابات، وهو وضع شروطا من ضمنها أنها ليست حكومة انتخابات، هي حكومة فعلية، وهو وضع شرطا أساسيا بأن يكون رئيسا للحكومة بعد إجراء الانتخابات، هو وضع شروطا أعتقد أن الكثيرون لن يقبلوا بها، فبالتالي هو صحيح حتى هذه اللحظة لا يزال مرشحا، لكن ليس متحمس كثيرا لخوض هذه التجربة. فبالتالي اليوم تسمية أي شخص إذا لم يكن بموافقة النادي الرؤساء السابقين، إذا لم يكن بغطاء حقيقي من كل الأفرقاء اللبنانيين، سيكون أشبه بحسان الدياب جديد. فبالتالي اليوم إذا كان سنأتي بحكومة مماثلة لحكومة حسان الدياب، فالأفضل أن تظل هي من اليوم وحتى إجراء الانتخابات، ولا حاجة لحكومة ثانية. أعتقد أن المصاعب التي واجهت الحريري في تشكيل حكومته ستكون هي إذا أي شخصية ستكلف مرة أخرى بمواجهة بتكليف، وهذه هي النقطة الأساسية. إلا إذا انتهينا بحكومة اللون الواحد، إذا انتهينا بحكومة اللون الواحد لا أعتقد أنها ستفيد أصحاب اللون الواحد، لأن هناك حكومة من هذا النوع وهي أضرت أكثر مما أفادت. دعني أنقل هذه النقطة إلى السيد عماد الدين حسين. أستاذ عماد، هذه النقطة، من يريد أن يأخذ زمام المبادرة، سواء الرئيس المكلف الحريري حتى وإن تمتع بكل الدعم من القاهرة وثمة توافق أوروبي عليه، هناك مجازفة سياسية كبيرة إن كانت له، أو حتى من يقبل بالمهمة كبديل، وبالتالي كيف يمكن أن تذلل هذه الصعوبة حتى يبقى الرئيس المكلف الحريري على المهمة؟ بدون تقديم حد أدنى من الضمانات للحريري أو غير الحريري أو أي شخص آخر سيقبل برئاسة الحكومة أو تشكيلها، لن يكون هناك أي أمل، وبالتالي يصبح الأفق مسدود. كنا في الماضي نعتقد أن التدخلات الخارجية هي السبب الرئيسي في تهزيم الوضع اللبناني، لكن أدركنا أيضا أن هناك انقسامات عميقة طولية وعرضية ورأسية وأفقية في الداخل اللبناني بين القوى الأساسية التي تتحكم في هذا المشهد. وبالتالي ظن الشخصي أن الوضع شديد الصعوبة، لأنه حتى لو جاء على سبيل المثال حزب الله بشخصية يرضى عنها ووافق على كل هذا المرشح على كل شروط حزب الله، فسيكون أمام القضية الكبرى هو ماذا سيفعل في الأوضاع الاقتصادية التي صارت مكشوفة، وصار الاقتصاد اللبناني في أزمة عميقة. وبالتالي
القصة تقتضي أن يؤمن الجميع أنه لابد أن يقدم تنازلات، من دون هذه التنازلات لن يكون هناك للأسف الشديد أي مستقبل سواء الحكومة ولكن في هذه النقطة أستاذ عماد الدين، إذا ما قدم التنازلات وحصل الرئيس على الثلث المعطل وكأنك يا زيد يا أبو زيد ما غزيت، ما عملنا شيء. نعم، ولذلك حينما أتحدث عن التنازلات الملمة أقصد بها أيضا الثلث المعطل. إذا أصر طرف واحد بغض النظر عن من هو هذا الطرف على أن يكون هو المتحكم الوحيد في اللعبة ستنتهي الأمور إلى حائط صد. هذه الصيغة نجحت واستمرت لفترة طويلة جدا لأن الأوضاع الدولية والإقليمية كانت يعني لا تمانح في ذلك. لكن وصلنا الآن إلى نهاية ظن الشخصي أن لبنان نفسه وشعبه ومواطنيه لن يكونوا قادرين أو قابلين لاستمرار هذه الصيغة. أستاذ قموري، هنا في هذه النقطة حتى وإن قبل بالمجازفة أيا كان اسم رئيس الوزراء المكلف، مرة أخرى لا توجد ضمانات أن المساعدات الدولية ستكون على الطاولة لأنها مرهونة بجملة من الإصلاحات، ولبنان وصل إلى مرحلة حرجة جدا حتى لا يستطيع أن يقدم إصلاحات أو حتى يرفع الدعم، لم يبقى شيء. لذلك بات المطلوب الزياد من الضغوط. أولا مطلوب ضغوط شعبية على هذه الطبقة السياسية حتى تتغير مواقفها، لأن كل المحاولات فشلت معها لأنها طبقة طماء يعني بالكامل لا تدير إلا الأذن الطرشاء. نراها كيف تعاملت مع واقع اللبنانيين وكيف تعاملت على الحد الأدنى مع انفجار هائل مثل انفجار المرفأ. لذلك لابد من ضغوط شعبية ولابد من ضغوط خارجية من الدول التي كانت تقدم المساعدات. اليوم يحدى مثلا في نهاية هذا البلد هو بلد التسويات، ولابد من تسوية ما تأتي في النهاية. بعد الحرب الأهلية كان اتفاق الطائف، بعد اضطرابات عام 2008 كان هناك اتفاق الدوحة. اليوم هناك أيضا ضرورة لنوع من التسوية جديدة، لكن هذه التسوية تتطلب نوع من التوافقات لا تزال حتى هذه اللحظة غير موجودة لا داخليا ولا خارجيا. في الخارج لا نزال ننتظر ماذا سيحدث بين إيران وبين الولايات المتحدة، بين السعودية وبين الولايات المتحدة، بين السعودية وإيران لأنهم لاعبون أساسيون مهمون. في الداخل هذه الطبقة السياسية لم تعد تجدي نفعا، يعني إبقاء الأمر في يدها من شأنها أن تطيح بالبقية الباقية من كل أمال اللبنانيين. لذلك لابد من تجديد دمها، لابد من تغييرات أساسية فيها، وهذا لا يكون إلا بتخويف فعلا هذه الطبقة بأموالها. شكرا. بمسروقاتها التي نقلت إلى الخارج، عندها يمكن الحديث عن بدء عن تغيير ما، لكن لابد من دفع ضريبة كبيرة. الضريبة الكبيرة ها نحن ندفعها اليوم، وجزء منها سندفعها في المستقبل عندما. شكرا جزيلا لك، وصلت الفكرة تماما من بيروت السيد أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي، وشكرا أيضا إلى ضيفنا في القاهرة السيد عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، شكرا جزيلا لكم.